الحمد لله اليوم كان لنا مباراة اللي هي بعد مباراة الافتتاح اللي هو مكون فريق وجميل أبو الرب. لعبنا مع فريق السودان، فريق كويس قدرنا نفوز عليه. احنا منتخب طبعا عسكرنا قبل أسبوع في تركيا، والحمد لله يعني هاي النتائج المعسكر الحمد لله، لأنه كان كثير معسكر قوي وكنا نتمرن فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، وإن شاء الله أنه يعني احنا بنوعد الناس وبنوعد الجمهور أنه نحصل على مراكز متقدمة إن شاء الله. الحمد لله ربنا وفقنا وفزنا في الأول مباراة لنا في البطولة، وفوزنا كان صعب شوي لأنه أول مباراة تقريبا، وإن شاء الله راح نكون المباريات القادمة أفضل من هيك بكثير إن شاء الله. استعدينا كويس وتعبنا وطلعنا معسكر على تركيا على أنطاليا ولعبنا هناك عدة لقاءات، والحمد لله كان الوضع كثير كويس. وهذه البطولة التي أقدم الاتحاد الأردني لكرة الطائرة بكل جرأة بأن يستضيفها عبر الاتحاد العربي لكرة الطائرة، وهي البطولة المتعلقة بالسيدات ومتعلقة بالرجال كبطولة شاطئية، كانت لإيجاد نوع من حلقة التواصل ما بين الشباب العربي ابتداء. وأقول بأن الحضور هذا الكم حتى لو كان هناك 7 دول عربية حضرت، هذا بداية النجاح لهذه البطولة، لأنه في ظل الظرف العصيب التي تعيشه الأمم العربية لا تستطيع الكثير من الدول أن تنظم بطولة هكذا، لكن بإرادة الشباب وزملائنا أسرة الاتحاد الأردني لكرة الطائرة وأيضا الداعمين وعلى رأسهم الأخ مازن الشريف الذي له الدور الأول في دعم هذه البطولة، استطعنا أن نلم شمل الشباب العربي لكرة الطائرة وأن تكون هذه البطولة والتي نتمنى أيضا استمراريتها ونجاحها في ليوم الجمعة.